جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. هل هناك مسافة مثلا بالكيلومتر يجوز للمرأة أن تركب مع السائق وحدها، أو هناك أمكنة معينة؟ لا تركب المرأة مع الرجل وحدها ولو إلى مسافة قريب. طيب. لأجل الفتنة. طيب. حتى ولو ركبت معه والسيارة واقفة في مكان فإن هذا محرم، خلوتها معه ولو لم يتركان المكان الذي فيه السيارة هذا من الخلوة المحرمة. اللهم استعان. ماذا يقول فضيلة الشيخ لأولئك الذين يدعون حمائلهم مع السواقين للمدارس أو المستشفيات أو النزهات حتى؟ هذا هو الخطر العظيم، ركوب النساء ولا سيما الشابات والفاتنات مع أصحاب التكاسي، هذا حصل بسببه فتن عظيمة، شرور كثيرة، وهو مظنة ذلك. وما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شيء إلا وفيه خطر على الأمة بلا شك. حذر صلى الله عليه وسلم من خلوة الرجل الأجنبي مع المرأة، وحذر من دخول الرجال على النساء، كل ذلك من أجل سد باب الفتن عن الأمة. فترك الرجال لمولياتهم يذهبن مع السائقين أو مع أصحاب التكاسي وحدهن لأجل الدراسة أو لأي غرض كان هذا محرم، والمسؤولية على الجميع والإثم على الجميع، على الولي وعلى المرأة وعلى سائق السيارة، كلهم يأثمون وكلهم عاصون لله ولرسوله، لأنهم اشتركوا في التعاون على الإثم والعدوان.